أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق نظر السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ويجهر بقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى مقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى لنريك من آيات الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه بالتابوت واقضي فيه باليم فليقيم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وأقيت عليك محبة مني ويصنع على عيني أن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على مفلوه ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فأنجيناك من الغم وفتناك بطونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي إذا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قل لينا له يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فآتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى
الكذب فإذ حزب بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كلابكم ثم أتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم بسحرهم أنها أسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وأقما في يمينك ترقب ما صنعوا إنما صنعوا كل ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء أنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمن ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد جئناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور لمن وزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي قد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجبت إليك ربي ترضى قال فإنا قد بثنا قومك ببينك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه قبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العدو أمرتموه أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذتم موعدي قالوا ما أخذنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها بل كذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ضر ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما بوتيتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أباسط أمري قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت
جئت أن تقول افرق من بني إسرائيل وارزق قومي. قال فما أخذك يا سامري؟ قال بصرت بالمال من صلوبه فقرت قرضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت في نفسي. قال اذهب فإن لك بالحياة أن تقول لا مساس وإن لك محل من صلبا. انظر إلى إلهك الذي ضغط عليه عاقب لنحرقنه ثم لنسبنه في يم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزر خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. قل أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل انسبها ربي انسب فيذرها قاع صخب لا ترى فيها عوج ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا أسمع إلا أمسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هما. وكذلك أنزلناه قرآن عربي وصرفنا فيه من الوحيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تجد القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعلى وإنك لا تطمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. وكذلك يوم تجزى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى. اصبر على ما يقولون واصبر بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آلاء الليل فاصبر وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينك إلى ما أمسنا به
واصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص وتربصوا فستعلمون من أصحاب